السؤال الأول بهذه الحلقة من المستمع ميم سين عين من الرياض، يقول: إني سافرت إلى إحدى الدول الغربية في أول بلوغي الحلم 17 من عمري أو نحو ذلك، وأدركني رمضان ولم أكن أصومه ولم أكن أحافظ على صلاتي، بل كنت أدع بعض الصلوات لا أقضيها، لا أصليها ولا أقضيها، فهل علي من قضاء أو كفارة؟ وبماذا توجهونني حيث ما زلت أشعر بكثير من الحسرة والندم؟ ومن بعدها قد سافرت إلى دولة غربية أخرى في العام التالي وحافظت بحمد الله على صلاتي وصيامي إلى اليوم، أسأل الله يثبتنا وإياكم المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما ذكره هذا السائل يذكر بخطورة السفر إلى بلاد الكفر، وأنه يؤثر على الإنسان في دينه وتساهله بأداء الواجبات أو فعل المحرمات، فهذا من خطورة السفر إلى البلاد الكافرة أو البلاد غير الملتزمة. وأما ما ذكره من أنه ترك الصيام أثناء هذا السفر وأيضا يترك بعض الصلوات، ما دام أنه كان يترك بعض الصلوات متعمدا فإنه ليس على دين الإسلام حين ذاك، لأن من ترك الصلاة متعمدا خرج من الإسلام. الذي يجب عليه التوبة إلى الله، توبة الصادقة، المحافظة على الصيام والصلاة للمستقبل. أما ما مضى فإنه تكفيه التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، لأنه حين ترك الصلاة لم يبقى معه دين، فلا يصح منه صيام ولا غيره. فلما تاب إلى الله توبة صحيحة بدأ الإسلام من جديد، عليه المحافظة على دينه في مستقبل حياته، والله يعفو عما سلف. نعم. بما توجهون فضيلة الشيخ فيما يشعر به من الأسى والندم؟ يقول: أريد أن أتزود من أعمال الصالحة. وهذا معنى التوبة، معنى التوبة ترك الذنوب وترك المعاصي والعزم أن لا يعود عليها، لا يعود إليها، والندم على ما حصل والإكثار من الأعمال الصالحة. إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لا بد أن يصاحب التوبة استقامة وعمل صالح.